ان انا ما عنديش الثلاثة المساكين. عايز اروح للاهلي. عايز اروح للاهلي. بس الزمالك فعلا فعلا معقده طبعا عشان الغيابات. طيب معقده بس هو بس انا رايي انا زيزو لو اتشال كده انت بتفقد 80% من قوتك خلاص يعني. احسن ما تفقد الهجوميه. احسن ما تفقد نص الملعب كله. هو انا بقى عندي حاجه ثانيه خالص في احمد سيد زيزو باك رايت ديت. انه تقريبا ما فيش مدرب لا للزمالك ولا لمنتخب مصر حط احمد سيد زيزو دي في باك رايت رغم ان احنا كلنا بننادي بيها بقالنا 100 سنه. انت مضطر. ما انا اقصد انه تقريبا كده ان احمد سيد زيزو في التدريبات او خلافه في حاجه فيه المدرب مش شايفه باك رايت. هو مش هينفع باك رايت او مش هيخسره هجوميا. انا عايز اقول لك في لعيب مواصفاته هجوميه وفي لعيب مواصفاته 50-50 وفي لعيب 70-30. احمد سيد زيزو مواصفاته 90% هجوميه. كريم احنا عندنا مشكله كبيره جدا في الغيابات طبعا ومفيش حلول. صح. انا بقول لك ايه انت بتقول امام لما تطلعه برده انت فقدت 90% يعني نص ملعبك مش موجود. بالظبط. تمام. فانت برده هتعمل ايه يعني عارف انا مثلا لو حازم موجود او المسلم موجود عارف انا كنت اقول لك ايه والله كنت اقول لك زيزو يلعب جنب امام عاشور حتى لو الناس لا انا كنت عايزه جنب امام عاشور برده كورته كويسه دافع كويس بدنيا كويس ممكن يكمل بشكل كويس وبرده يلعب ونجم ناحيه اليمين. هو الراجل معذور النهارده مفيش حلول يعني بديله كتير حتى حتى في الاماكن فيعني مش هنيجي بقى على الراجل ونقول لا ده لازم ولازم لا هو بقى داخل الملعب هو اللي حاسس باللعيبه دي عشان الناس بس ما تتكلمش وهي قاعده في البيت او قاعده بتتفرج او 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 لا حط نفسك مكانه ده حتى الحلول اللي ممكن تحل بيها يعني انا لو عندي محمود علاء هقدر احل بيه محمد عبد الغني فهيحل لي كذا مكان قدام. صح. تمام. لو عندي مثلا طارق حامد زيزو هيحل لنا حاجات كتير لكن انت ده مفقود وده مفقود وده مفقود فالراجل يعني معذور. الله يكون في عونه. الاهلي يلعب ازاي بقى تشكيل وطريقه؟ انا بقول 4-3-3 4-3-3 يعني اعتقد سامي مش هيغامر في مباراه زي دي ويفتح الملعب خصوصا ان الزمالك عنده سرعات لو نفترض ان زيزو يلعب قدام هيبقى وبن شرقي الزمالك عنده سرعات وبيع في 4-3-3 مين الاول في الدفاع؟ الدفاع هيلعب محمد هاني ومعلول باك ليفت وياسر وايمن اشرف. تمام. نص الملعب سوليه وديانج وحمدي فتحي سوليه وديانج. ديانج لسه شويه شويه لو انا بقول لو سليم يعني لو سليم هيلعب كده مش سليم هيلعب قفشه. لا لسه على فكره ما اعلنش قائمه رسميه للمباراه حتى هذه اللحظه يعني لو سليم هيلعبوا كده بالطريقه دي وعبد القادر حسين الشحات محمد شريف. عبد القادر مش هتلعب بيرستاو؟ لا هيلعب محمد شريف. هو هيلعب محمد شريف توقع ده؟ مش بيرستاو محمد شريف. محمد شريف رايك ايه في التشكيل الاهلي ده؟ كويس شغال يعني؟ شغال. بس انا بسالك ليه لا بس انا مش مع احمد في حته 4-3-3 وسامي قمصان مش هيجازف على فكره. انا عارف سامي قمصان كويس. سامي قمصان من الناس اللي ما بتخافش وهو خد بالك دارس فرقه الزمالك ودارس الغيابات طبعا فبل بالعكس هو عنده 2 في نص الملعب هو ما عندوش قلق في حته نص الملعب لان انت عارف طارق حامد غايب فهو عارف ان الدنيا دي مش تبقى ممسوكه شويه من ناحيه نادي الزمالك لا ممكن يلعب باثنين خد بالك ويلعب بقفشه مثلا قدامه ويلعب بقفشه ايوه عبد القادر على الشمال وحسين شحات يمين ممكن يلعب ب 4-2-3-1 لان هو عارف ان هو عنده مشاكل نادي الزمالك انا بتكلم بفكر سامي لان انا بقول لك انا عارف سامي فهو عارف لو النادي الزمالك كامل كان ممكن اقول لك بس كل الماتشات القويه حتى الماتش الاولاني بتاع 5-3 لعب كده مش مالي لعب كده هو برده خلي بالك لا بتكلم على الظروف اللي بيمر بس هو كابتن وائل بيقول حاجه ذكيه برده بقى انه نقطه بتكلم على الظروف انت ممكن تستغل ان وسط ملعب الزمالك مش في افضل احواله كاسماء فانت ممكن تهجم بقى يعني زود واحد هجومي زي قفشه وده على فكره لا هي دي طريقه هجوميه هو هي دي الطريقه العاديه هو اللي دفاعيا كويس وهجوميا كويس اللي هي الطريقه اللي متوازنه خد بالك لما بيلعب 3 باللي بيقوله الكابتن احمد دوت في حرص زياده دفاعيه او طبعا هيبقى فيها قدرات هجوميه بس انا بتكلم على ديانج بالاخص ديانج وعمرو السوليه الاثنين يعني ديانج بيعمل بوكس تو بوكس بيعملها كويس جدا بيطلع بيكمل عمرو السوليه عامل اسيست في الجول بيكمل قصدي ان هي بتبقى حلوه ليه انت بيبقى عندك لعيب ب 50% بيعرف يدافع و50% بيعرف يهاجم فانت بالنسبه لك عامل لك حاجه كويسه الماتش قفل منك بيعرف يدافع كويس الماتش انت مثلا الزمالك ركب الماتش هاجم عليك بتعرف تقفل كويس انت لو حطيت قفشه في الاول والزمالك استحوذ على نص الملعب هيضطر يعمل تغيير. طيب.